شكرا، شكرا لسعادة السفير النسيبي وسعادة السفير فرنسا دينيس على عقد هذا الاجتماع، والشكر موصول لأعضاء مجلس الأمن على اتاحة هذه الفرصة من أجل التحدث عن الوضع الإنساني في دولة فلسطين وإسرائيل. في اليونيسف نحن على قناعة تامة من أن التكلفة الحقيقية لهذا التصاعد سوف تقيم بأعداد الأرواح الأطفال التي تزهق، وذلك وهذا العنف لن يغير من ذلك. وبعد أكثر من 3 أسابيع فإن الهجمات المروعة داخل إسرائيل وأدت إلى زيادة الضحايا في إسرائيل وفي دولة فلسطين، وهذه الأرقام تنفك وتزداد، وهناك انتهاكات متزايدة ضد الأطفال. ووفقاً لهيئة الصحة الفلسطينية أكثر من 8300 من الفلسطينيين قد قتلوا في غزة، وبما في ذلك 3400 من الأطفال، وأكثر من 6600 طفل قد جرحوا، يعني ذلك أن 420 طفل قد قتل أو جرح في غزة كل يوم، وهو عدد مروع. وبالفعل فإن العنف ضد الأطفال يتعدى قطاع غزة. في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية هناك قرابة 37 طفل أيضا قد قتلوا، وهناك أكثر من 30 من الأطفال الإسرائيليين الذين قد قتلوا أيضا، وعلى الأقل 20 طفل لا يزالون من المحتجزين في قطاع غزة ولا نعرف ما هو مصيرهم. البنى التحتية المدنية قد خضعت للكثير من الهجمات الضارية. وفقا لمنظمة الصحة العالمية في غزة 34 من الهجمات قد وردت بها معلومات ضد الهيئات الرعاية الصحية، من ذلك 21 من المستشفيات و12 من أصل 35 من المشفيات في غزة التي يحتمي فيها السكان لا يمكن أن تعمل، وما لا يقل عن 221 من المدارس وأكثر من 177 ألف من الوحدات السكنية قد تضررت أو قد تدمرت. وفي غضون ذلك هناك نذر قليل من المياه قبل للشرب في غزة وهي تنفذ، وذلك يترك أكثر من 2 مليون شخص في غزة في حاجة إلى المياه. ونحن نقدر أن 55% من البنى التحتية الخاصة بالمياه تقتضي إعادة التأهيل أو التصحيح أو الإصلاح، وهناك 5% فحسب من قدرات المنشآت الخاصة بتحلية المياه التي تعمل. إن نقص المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح تجعلنا على حافة الكارثة، وما لم يتم استعادة المياه الصالحة للشرب فإن عدد متزايد من المدنيين بما في ذلك الأطفال سوف يعانون من المرض أو سوف يعانون أيضا من الأمراض التي تحملها المياه. وكما لم يكن ذلك كافيا فإن الأطفال في فلسطين وفي دولة إسرائيل يعانون من الصدمات المروعة، وقد أثر ذلك قد تستمر على مدى حياتهم، وقد أشارت الدراسات إلى زيادة هذا العنف يؤدي إلى تضرر الأطفال بشكل جسدي بل وأيضا في تطور قدراتهم العقلية، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية على المدى القصير والبعيد. ونحن بحاجة إلى أن نصل إلى كل طفل في حاجة إلى المساعدة، ولابد من تقديم المساعدات الإنسانية ولا سيما في غزة. هذا الأمر قد بات تحدثه كثير من التحديات الآن، وذلك يعزى إلى الحصار الحالي وحاليا في غزة، وأيضا الظروف الخطرة للغاية التي يعمل فيها العاملون منها، وبعض من العاملين لدينا قد فقدوا أعضاء من أسرهم في ذلك أزواجهم وأطفالهم. ومنذ يومين نحن رأينا أننا قد فقدنا الاتصال مع زملائي في غزة، وذلك مع وقف الاتصالات، وأدى ذلك إلى مزيد من المخاطر وجعل من عملهم لمساعدة الأطفال حتى أكثر صعوبة. أصحاب السعادة، إن اليونيسف والشركاء ملتزمين بالعمل في الميدان وتقديم المساعدة للأطفال، ولكن يجب أن يكون الأمر واضحا إن الوضع يتردى ويسوء بمرور كل ساعة، وبدون وضع حد طارئ لهذه الأعمال العدائية فأنا أخشى على مصير الأطفال في المنطقة. ولكن نحن وأنتم لديكم السلطة من أجل انتشال الأطفال من هذا العنف، وأنا أدعو حقا مجلس الأمن إلى اعتماد قرار حالا لتذكير الأطراف بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي. قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ويطالب الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عراقيل، ويطالب بإطلاق سراح كل الأطفال المختطفين، ويحث الأطراف على إلاء الأطفال الحماية الخاصة التي يستحقونها وهي من حقهم. ولابد أن يولي المجلس الأولوية لأزمة النزوح حاليا، فهناك أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة، السواد الأعظم منهم من الأطفال قد باتوا الآن من النازحين. وكما قال الأمين العام إن 1.1 مليون من إن القرار الخاص بنقل وتهجير أو نقل 1.1 مليون مدني فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب لابد أن يسحب، ولابد من وأيضا يسد لك طلبات من أجل إجلاء المستشفيات، ولابد من حماية كل الأطفال، لابد أن يكون هناك وصول المساعدات الإنسانية في كل المناطق في قطاع غزة من أجل تقديم الدعم، وكل الأطراف لابد أن تتأكد وصول المساعدات الإنسانية بدون عراقيل، ويشمل ذلك أيضا العاملون في المجال الإنساني في قطاع غزة وحتى يتمكنوا
يستمرون بتقديم المساعدات الإنسانية ويشمل ذلك مثلا الغذاء والمياه والأدوية والكهرباء. وأخيرا يجب التراجع فورا عن تدابير الرمائي لقطع الكهرباء والغذاء والماء والوقود عن دخول غزة من إسرائيل حتى يتسنى للمدنيين الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. أصحاب السعادة، أنشأت اليونيسف منذ 75 عاما من رمادي الحرب العالمية الثانية، والتزمنا بمهمتنا بشكل لا يتراجع أو لا نتراجع عنه. ندافع عن حقوق كل الأطفال، وباسم جميع الأطفال العالقين في هذا الكابوس ندعو العالم إلى أن يعمل على نحو أفضل، سواء كانوا شبابا يحضرون مهرجانا موسيقيا أو أطفالا يمارسون حياتهم اليومية في غزة، فإنهم يستحقون السلام. الأطفال لا يبدؤون النزاعات وهم عاجزون عن إيقافها، إنهم يحتاجون إلينا جميعا لوضع سلامتهم وأمنهم في طليعة جهودنا، ونتخيل المستقبل يكون فيه جميع الأطفال أصحاء وآمنين ومتعلمين. لا يوجد طفل يستحق أقل من هذا. أشكركم.